السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. أظن كمية الذنوب اللي بنعملها مش محتاجين نتكلم، وأظن كمية الحاجات التي نريد أن تقضى وندعو الله عز وجل أنها تقضى كثيرة، فمن رحمة الله سبحانه إن في أسرار لو عرفناها فوالله أبشر برحمات الله وأبشر بالمنن. وأول هذه الأسرار الأسماء الحسنى. شوف كل أقوال العلماء والمفتين في شرح السنه، وكل السنه في شرح كتاب الله، وكل كتاب الله في شرح الاسماء الحسنى. فانظر كيف تعامل الانبياء مع اسماء الله الحسنى، كيف كانوا يدعون الله عز وجل باسمائه الحسنى. لما فقد يعقوب عليه السلام ولديه ماذا قال؟ قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. فلو حد فقد انسانا دعا الله عز وجل باسمه العليم الحكيم حدثني الثقة ان حد ابنه كان ضايع فظل اياما يدعو الله عز وجل ويسبح باسمه العليم الحكيم سبحان الله العليم الحكيم في الطريق في المنزل بين الناس على اليوم الثالث ابنه رجع بفضل الله وشوف اسم الله العزيز الرحيم ورد في سورة الشعراء في تسعة مواضع وان ربك لهو العزيز الرحيم والمواضع التسعه في النصر على الكافرين بعد ظلمهم للمؤمنين فلما تحب تدعو بالنصر ادعو بسم الله العزيز الرحيم، اللهم اني اسالك بانك انت العزيز الرحيم ان تنصر المرابطين في سبيلك. عندك مشروع دعوي نفسك تنتصر فيه ادعو بسم الله العزيز الرحيم، سبحان الله العزيز الرحيم، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. في التشهد ماذا نقول؟ نقول اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اذا لما احب ادعي بالبركه ادعو باسم الله الحميد المجيد. اللهم اني اسالك بانك انت الحميد المجيد ان تبارك فيه وتدعو بالبركه في اهلك، في مالك، في ولدك. سبح باسم الله الحميد المجيد، سبحان الله الحميد المجيد، سبحان الله الحميد المجيد. فهذا من فطنه الدعاء بالاسماء الحسنى والتسبيح بالاسماء الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نستغفر ان نستغفر الله باسمه التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. يبقى انت لما تقرا كتاب الله عز وجل ركز على الاسماء الحسنى وشوف جايه في انهي سياق وادعو الله عز وجل بها وسبح بها. لما تعمل عمل صالح ونفسك ان الله عز وجل يتقبله منك فادعه باسمه السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. طلع انت بقى جواهر من كتاب الله عز وجل بحسب حاجتك ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا اول سر والله وهو سر عظيم لمن عرف قدره. السر الثاني هو سبحان الله وبحمده. وهذا من اعجب الاسرار مغفره الذنوب وجلب البركات ورفع الدرجات سبحان الله وبحمده شوف كم مره ورد الامر بسبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبحان ربي وبحمده نفسك ترضى وتعيش الرضا اقرأ قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، سبحان ربي وبحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى. عاوز تعيش الرضا؟ صلي، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بعد الفجر وقبل المغرب وعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه طيب ذنوبك كتير ايضا قل سبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في في يوم مائه مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده، تعني اعظم الله، انزه الله، سبحان الله، فكيف اعصيه؟ وبحمده احمده على نعمه، استحضر نعمه علي واحمده عليها، فسبحان الله وبحمده هذا ذكر عظيم، احب الكلام الى الله، ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده، ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنة فدايما على لسانك في الشغل في البيت مع اهلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله, وبحمده. سبحان الله العظيم السر الثالث ألا وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر أصلي الوتر ونام دي وصية من أعظم الوصايا صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهذا صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاث أيام يعني ثلاثين يوم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وصوم أي ثلاثة أيام من الشهر الهجري أول وسطه آخر ثلاثة أيام بعض متفرقين كما تحب كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم والوصية الثانية صلاة الضحى يصبح على كل سلامة كل مفصل من أحدكم صدقة، كل صبح عليك صدقة عن كل مفصل، طيب عندك 360 مفصل، يعني عليك كل يوم صباحا 360 صدقة، إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، على كل سلامة صدقة فكل تسبيحه صدقه سبحان الله صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه لا اله الا الله وكل تكبيره صدقه الله اكبر وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه جزء من كل ده ركعتان يركعهما من الضحى ركعتين الضحى ووقت الضحى من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بحوالي أيضا ربع ساعة أي وقت طوال هذه المدة صلي فيه ركعتين ونوم على وتر تصلي الوتر وتنام لو حافظت على هذه الأمور والله أبشر برحمات الله ومغفرة الله وحصول مرادك أصلحنا لازم ندرك أثر الذنب في حياتنا لازم نشوف طرق للتخلص من آثار الذنوب والسيئات والمعاصي الذنوب أثرها وحش ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وجعله ملعونا إلا الذنب ما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبا كلابهم ثم نكست قراهم فجعل عاليها سافلها ثم أتبعتهم حجارة من السماء إلا الذنب ما الذي خسف بقارون وداره وماله إلا الذنب ما الذي مسخ اصحاب السبت قرده وخنازير الا الذنب، ما الذي احرق اصحاب الايكه الا الذنب، فالعاقل لا يستهين باثر الذنوب في حياته، العاقل من يرصد اثر الذنب في بيته، في معاملاته، في علاقاته، في عمله، في سيارته، في اولاده، أَوَلَمَّ اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةً فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من رحمة الله بنا أنه يعفو عن كثير. فلازم ننتبه لأثر الذنب ونستغل ما قلنا في هذه الحلقة الدعاء بأسماء الله الحسنى والتسبيح بها، قول سبحان الله وبحمده، العمل بالوصايا الثلاث لأبي هريرة. في بقى ذنب كثير لا ينتبه له. ذنب الغيبة وهذه كبيرة، كبيرة يعني تحتاج إلى توبة خاصة، لما تجيب سيرة حد بكلام مش بيحبه فهذه غيبة. مرة حد من السلف قال فلان أطب من فلان، فلان طبيب أشطر من فلان، ثم قال أستغفر الله أراني قد اغتبته. فخلي بالك جدا من الغيبه ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ما تدورش على عيوب انسان او سقطات انسان فلان عمل كذا فضيحه فلانه حد من الجيران أقوم بتتبع ما يقال عنه فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ولو حد قدامك وقع في غيبة ذكر حد تعرفه بغيبة فدافع عن أخيك المسلم قل له يا أخي غفر الله لنا وله وقفوا بأسلوب ذكي من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة مش عارف توقفه ابعد عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيشد لسانه فقال له عمر مهن غفر الله لك ماذا تفعل؟ فقال له أبو بكر إن هذا أوردني الموارد أمال إحنا نعمل إيه؟ غفر الله لنا ولكم طبعا أختم هذه الحلقة بأهم حاجة ألا وهي الحفاظ على الصلاة على وقتها اوعى تكسل في صلاتك قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كمان موضوع الحجاب لأخواتنا وبناتنا الحجاب فرض وليضربن بخمرهن على جيوبهن يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وهذا أمر إلهي لكل مسلمة بالحجاب، وقال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا تضرب برجلها فيعلم أنها ترتدي خلخال أو ما شابه، وهذا يعني أنهن مستترات ستر كامل وعندما جاءت أميمة بن رقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تبيعه على الإسلام بايعها صلى الله عليه وسلم على ألا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى بايعها على عدم التبرج فوعي تقصري في حجابك سلمنا الله واياكم وغفر لنا ولكم وحفظنا واياكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وادعوكم لنشر هذه الحلقه بين من تعرفون لعل الله عز وجل يهدي بها فالدال على الخير كفاعله وادعوكم لقراءه كتاب الداء والدواء لابن القيم كتاب مبهر في موضوع الذنب واسرار اجابه الدعاء لعل الله عز وجل برحمته يحقق مرادنا ويغفر ذنوبنا نلتقي على خير لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله